نشوف يا ترى الوضع عامل ازاي، الاجراءات دلوقتي هتتم ازاي في ظل المتغيرات الاخيره. برحب بسعاده السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. سعاده السفير مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. مساء الخير استاذ عمرو، اهلا بيك، عامل ايه؟ اهلا وسهلا، الحمد لله، وحشنا يا فندم. ربنا يخليك وانت كمان. الله يسلم حضرتك. يا ترى ايه الاجراءات اللي متعودين، لان كنت لسه بقول الحكومه دايما بتسبق، دايما هي السباقه في اتخاذ الاجراءات الاستباقيه فيما يتعلق بالكورونا او متحوراتها. النهارده العالم كله بيبص على الاوميكرون بحيره شديده، يا ترى احنا بنراقب الوضع ازاي؟ بص يا استاذ عمرو، تصديقا لكلامك، احنا كنا من الدول السباقه فعلا في اتخاذ قرار حظر الطيران المباشر مع الدولة الوحيدة اللي لنا طيران مباشر في منطقة الجنوب الأفريقي معها، اللي هي جنوب أفريقيا، وتطبيق إجراءات احترازية على كل القادمين من دول منطقة الجنوب الأفريقي، بنتكلم حوالي 9 ل 11 دولة، بيطبق عليهم في المطار إجراءات إضافية، وهم طبعا مش بيجوا مصر عن طريق مباشر، هم عن طريق دول ثالثة، لأن الطيران المباشر بقى محظور. فاللي بيثبت ان هو ايجابي وبيكون غير مصري بيتم ترحيله على الفور، واللي بيثبت ان هو ايجابي وبيكون مصري بناخده مستشفى عزل او مستشفى حميات وبنقدم له الرعايه اللازمه. دي الاجراءات اللي احنا كنا يعني على قدم وساق فيها مع دول العالم، اتخذنا نفس الاجراء في نفس اليوم اللي اتخذت فيه بقيه دول العالم هذا القرار. حتى الان لا نحتاج الى مزيد من الاجراءات ولا تفكير حاليا في اجراءات اضافيه. ليه؟ لأن لا يوجد حتى الآن أي دراسة جادة أو علمية تثبت أن المتحور الجديد أكثر خطورة من سابقيه، أو أنه أكثر أسرع انتشارا من سابقيه، أو أنه يسبب حالات وفيات أكثر، أو أنه يسبب أعراضا أخطر. جايز يكون المتحور الجديد بيعمل كل اللي أنا قلت عليه ده، لكن مفيش حتى الآن، نحتاج وقت، يحتاج العالم وقت لإثبات ذلك. إذا منظمة الصحة العالمية، أنا آسف للمقاطعة، يعني حالا في خبر عاجل بتقول منظمة الصحة العالمية أنها لا توصي حتى الآن بوقف الطيران. بالظبط كده، ده يعني ده يثبت أن وجهة نظر الحكومة المصرية بأن ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية حتى الآن كافي، بل ربما يعاد النظر فيها في الفترة القادمة على ضوء ما يرد من بيانات، لأن المتحور الجديد نفس اللي احنا بنسمعه عن هذا المتحور الجديد تقريبا سمعناه قبل كده عن المتحور دلتا ودلتا بلس، علما بان دلتا ودلتا بلس حاليا هم بيمثلوا 90% من الحالات اللي موجوده في مصر حاليا، وكلها اعراض عاديه بتستجيب للقاحات وبتستجيب للادويه. فاحنا يعني بكرر تاني، لا داعي للذعر، في مصر لا نحتاج الى اي مزيد من الاجراءات في الفتره الحاليه، وننتظر نتائج الابحاث العلميه اللي بتحتاج ايضا يعني بعض، مش هقول ايام، بعض اسابيع، علشان يعني نتأكد من طبيعة هذا المتحول كده. طيب رسالة طمأنة من حضرتك بعد ما تم إعلان امبارح عن أن الحكومة ستكون مضطرة لاتخاذ بعض الإجراءات فيما يتعلق بمنع الانتشار الوبائي لا قدر الله. بعض الناس قلقت وقالت ده تمهيد لحاجة هتحصل، أوميكرون هيزيد أو في حالات بتزيد. لا خالص، هو الأمر فهم بشكل خاطئ تماما. ما صدر أمس وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية هو قانون يتعامل مع الحالات الطارئة والحالات الوبائية. إعداد هذا القانون تم منذ أكثر من 6 أو 8 أشهر، منذ دخلنا في موضوع الجائحة صارت الحاجة لوجود قانون ينظم ما تقوم به الدولة المصرية في حالات الجوائح يعني الأشياء الطبية العاجلة مثلها الكورونا. فتم صياغة كل الإجراءات في قانون يعني رصين، ورعي فيه كل الحالات اللي الدولة ممكن يعني أو كل الإجراءات اللي ممكن الدولة تلجأ إليها في حالات الجوائح، وتم صياغته في قانون أقره مجلس النواب بعد مناقشات وتعديلات، وتفضل السيد رئيس الجمهورية بالتصديق عليه. هذا ليس مرتبطا لا بالمتحور الجديد ولا بالقديم، هذا مرتبط بوضع قد نواجهه في المستقبل يتعلق لا قدر الله بأي جوائح قادمة، وليس هناك حاليا في الفترة اللي بكلم حضرتك فيها أي نية لمزيد من الإجراءات. كل ما سنقوم به هو التجديد على الإجراءات القائمة. الإجراءات القائمة اللي هي إيه؟ إلزامية اللقاح في لبعض الفئات وفي بعض المؤسسات، إلزامية ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامة اللي هي 50 جنيه على من لا يرتدي الكمامة في الأماكن اللي فيها إلزام في ارتداء الكمامة. ليس هناك تفكير في إجراءات أو مزيد من الإجراءات حتى الآن.